السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم أخوكم يوسف الحبشي، مصور إماراتي مختص بتصوير الماكرو. الحمد لله خلال مسيرتي في التصوير نلت على جوائز متقدمة، سواء كانت محلية أو دولية، بالإضافة إلى تعاوني الحالي مع بعض الجامعات والجهات العلمية بعلم الحشرات أو الانتمولوجي. اليوم إن شاء الله بالتعاون مع نيكون سكول بنقدم لكم ورشة خفيفة خاصة بمادة الماكرو، وبتغطي كل الأساسيات اللي يحتاجها أي شخص أو أي مبتدئ لخوض تجربة تصوير الماكرو بإذن الله. الأجندة في هذه الورشة، طبعا بنبدأها بمقدمة في تصوير الماكرو، تعريف الماكرو وفكرة عن الماكرو ونسبة التكبير. بنتبعها بمجال وأقسام تصوير الماكرو وتغيير النظرة السائدة عن تصوير الماكرو، التحديات اللي تصادف أي مصور وأي هاوي في هذا المجال. بنتبعها كذلك بأهم فقرة في ورشة اليوم، وهي أدوات ومعدات الماكرو، وأخيرا الأسئلة والأجوبة. مقدمة في تصوير الماكرو. قبل كل شيء لازم نعرف الماكرو، وله أكثر عن تعريف، ونقدر نعرفه ببساطة بأنه فرع من فروع التصوير الضوئي، والمختص بتصوير وإظهار تفاصيل الأجسام الدقيقة أو تلك الأجسام والتي تكاد أن تكون مرئية للعين المجردة، بشرح مبسط أكثر. بعض الأحيان نشاهد أجسام دقيقة ونستطيع رؤيتها، ولكن تفاصيل هذه الأجسام تبقى صعبة المنال بالنسبة لعيننا المجردة. فهذه الحالة يدخل الماكرو لتكبير هذه الأشياء وتكبير هذه التفاصيل وهذه العناصر وإظهارها بشكلها الأساسي أو بشكلها الأصلي لنا. طبعا وحدة قياس التكبير هي الإكس، وحدة تكبير مثلها مثل أي وحدة طول، وحدة حجم، وحدة قياس، هي وحدة تكبير. في هذا المثال هذه صورة لأحد الخنافس، وعندنا على اليمين صورتين تجريديات، واحدة بنسبة 19x والثانية 48x، وبالتالي كلما زادت النسبة كلما تزداد أرقام الإكسات في هذا المجال. وهذا كتعريف بسيط جدا بدون الخوض في أي تفاصيل إضافية. واحدة من أهم النقاط اللي بنتكلم عنها وهي الفكرة السائدة عن تصوير الماكرو. بنتطرق إلى مجال وأقسام هذا التصوير. الفكرة السائدة أو المرتبطة مع تصوير الماكرو دائما ترتبط بتصوير الحشرات، وربما قليلا من تصوير الورود وغيرها من المجالات الثانية. بس خلينا نستعرض بشكل أكبر وأشمل وأوسع الأقسام والمجالات المتوفرة عندنا، واللي ربما نلامسها من حياتنا اليومية من غير ما نستشعرها. في المجال الطبي عندنا أقسام يعتمدون على الماكرو. نترك كلمة تصوير الماكرو أو الفكرة السائدة بأن الماكرو مرتبطة بعدسات الماكرو، وناخذ فكرة الماكرو أي التكبير فقط. المناظير الطبية أهميتها مهمة جدا بالنسبة لنا، بالنسبة للطب وبالنسبة للصحة العامة. تخيلوا من يعني بدون تقنية المناظير الطبية كم عدد العمليات اللي ستقام بدون أي داعي. المناظير هنا تختصر علينا هذه الفكرة، وبالتالي هنا يدخل أول فائدة من فوائد التصوير الدقيق أو التصوير الماكرو. الأسنان كذلك، المعتادين على زيارة عيادات الأسنان والخاصة التجميلية، بالعادة بتلاحظون أن دكاترة الأسنان عندهم كاميرا وعدسة ماكرو تساعدهم في هالمجال. العيون
كذلك، وأخيرا التصوير المجهري أو الميكروسكوبي. كذلك عندنا المجال العلمي، تصوير النباتات، الورود، وهذا الشيء يساعد المزارعين، يساعد العلماء على تحسين بعض أنواع النباتات، بعض أنواع الآفات الزراعية واللي تصيب هذه النباتات، وبالتالي يحتاجون يعرفون كيف يتصدون لهذه الآفات من خلال دراسة بعض النباتات وبعض الخواص اللي فيها. الصخور والمعادن والأتربة كذلك من المجالات أو الأقسام المهمة جدا في هذا المجال، وطبعا نحتاجه لدراسة التربة قبل أي عملية حفر، قبل أي عملية تعدين أو بحث عن أي نوع من المعادن. الكائنات الدقيقة، وتشمل سواء الكائنات على اليابسة أو الكائنات البحرية، وكذلك نحتاج فيها عدسات الماكرو أو تصوير الماكرو بهدف توثيقها للمجال العلمي. المجال التقني ربما ما نشاهده بشكل أكبر، ولكن يدخل بشكل أساسي في عمليات الموصلات الإلكترونية، في تصوير البروسيسورز وغيره وغيره. وأخيرا المجال الفني، وهذا بحر كبير في عالم الماكرو، تصوير القطرات لا يخفى على الكل، العملات المعدنية، التصوير التجريدي، والمجوهرات، وغيرها من الأقسام الأخرى. نأتي للتحديات. طبيعي لا يخلو أي مجال من أي تحدي، وكذلك مجال الماكرو به العديد من التحديات. حبيت آخذ منها بعض التحديات الموجودة. من التحديات اللي تصادفنا في هذا المجال المصادر العلمية، وبحكم تخصصي في مجال تصوير الحشرات، أكثر المشاكل اللي تصادفني الحصول على المصادر العلمية الصحيحة المرتبطة بالكائن اللي تم تصويره. يعتبر تصوير الحشرات أو إخراج هوية الحشرات من أصعب المجالات المتوفرة أو الموجودة من حولنا، وهذا بسبب أول شيء أعداد الحشرات الضخمة في الطبيعة، وكذلك صعوبة رؤية التفاصيل كاملة، وبالتالي نحتاج للتصوير المجهري في بعض الحالات على أساس أن نقدر نفرق بعض التفاصيل اللي تفرقنا بين نوع ونوع. المعدات كذلك من أحد الشالنجز أو التحديات اللي تصادف المصورين هي انعدام المعدات الخاصة بالماكرو مقارنة بالمعدات الأخرى. فغالبية معدات الماكرو للأسف تم إيقافها من قبل المصنعين، وحاجة السوق لهذه المعدات أو توفرها أقل بكثير مقارنة بالمعدات الأخرى، وبالتالي نعتمد على شراء المعدات عبر الإنترنت، وهذا اللي تزيد من تكلفتها والبحث عنها، ويزيد الصعوبة إذا كانت بعض العدسات نادرة أو منقطعة بالأساس. التعامل مع الكائنات، وأقصد فيه أن دائما ما توصلني أسئلة بخصوص التعامل مع الحشرات أو طريقة الإيجاد هذه الحشرات في بيئتها الطبيعية، وين نحصله، كيف نصوره، صعب، حركته سريعة، يطير، هذه الأشياء كلها من المشاكل اللي نتعامل معها، وسببها هو قلة المعلومات المرتبطة معنا إحنا في التعامل مع هذه الكائنات. فتصوير مثلا نوع من أنواع العناكب يختلف مع مثلا تصوير الفراشات، سواء من حيث التقنية، من حيث العدة، من حيث حتى العدسات. وحتى كذلك إذا تطرقنا لموضوع العناكب، نفترض أن بعض العناكب الأرضية تعاملها مختلف مع العناكب مثلا الشبكية أو المتعلقة في شباكة، فهذه تحتاج لطريقة معينة وهذه تحتاج لطريقة معينة، وبالتالي ناخذ كل نوع، وكل نوع من التصوير وكل نوع من الحشرات
بتقنية معينة وتعامل مختلف. بعض الأحيان من التساؤلات اللي توصلني إن وين نحصل هذا النوع من الحشرات؟ السر في الحصول أو إيجاد هذا النوع من الحشرات هو أخذ فكرة أو لمحة عن النباتات المفضلة لهذا النوع من الحشرات. كمثال بسيط وهذا أبسط مثال يمكن الكل يعرفه، إذا حبينا أن نصور نوع من أنواع النحل، بالتأكيد أول فكرة بتتراود في أذهاننا هو تصوير الورود أو البحث عبر يعني عبر الورود لتصوير النحل وما خلافه، هذا المقصد. وكذلك بالنسبة للأنواع الأخرى من الحشرات، عمق الميدان أو الدبث أوف فيلد كذلك من المشاكل أو التحديات اللي تصادفنا مع تصوير الماكرو. وعندنا هنا قانون ينص على أن كلما زادت نسبة التكبير قل عندنا عمق الميدان، وهذا الشيء واحد من الأشياء اللي يجبرنا أن نتجه إلى الفوكس المتلاصق أو المتراص، واللي بنتكلم عنه بشكل أكثر في السلايدات القادمة. هذه صورة لإحدى الأنواع الذباب، وهذه الصورة تبين الجزء الموضح فقط خلال التصوير. بشكل أكبر هذا الجزء الواضح فقط من قرن الاستشعار الخاص بهذا النوع من الذباب. فلكم أن تتخيلوا كمية الصور التي نحتاجها بنقاط فوكس مختلفة لدمج الصور والخروج بصورة واحدة. فهذا يعتبر العد يعني يعتبر في جهد إضافي، وقت إضافي، وعمليات بروسيسنج إضافية. أكيد الاهتزازات تعتبر من أكثر التحديات اللي أواجهها شخصيا، وربما يواجهها العديد كذلك معي. تبين الاهتزازات أكثر شيء مع نسب التكبير المرتفعة أو الكبيرة، واللي مثلا تزيد عن 10x أو 20x وما إلى ذلك. وهذا أحد الأمثلة. هذا المثال بتصوير عادي تقريبا 1x، كانت الرحلة في لسنغافورة، وتصوير أحد أنواع الفراشات المتوفرة أو المتواجدة هناك. خلال عملية التصوير طبعا نعتمد على الإضاءة الخارجية أي إضاءة الشمس، وبالتالي ما عندنا عنصر الفلاش أو عنصر الفريزين اللي يكون ضربة الفلاش. من الوهلة الأولى يتبين لنا أن كلا الصورتين متماثلات، ولكن عندما نشوفها بشكل أكبر نلاحظ أن الصورة اليمين فيها تفاصيل أكثر ويمكن تحسينها من خلال إضافة الشاربنس، بينما الصورة على الشمال التفاصيل فيها ممسوحة. نسب التكبير، المقصود هنا بنسب التكبير أن أغلب العدسات الخاصة في الماكرو دائما تعتمد على نسبة تكبير 1x، وإلى فترة قريبة كانت هذه فقط النسبة الموجودة لأغلب العدسات ما عدا بعض العدسات الاستثنائية. في حال حبينا ندخل في نسب تكبير أكبر، وهذه هي الخطوة الطبيعية لأي شخص يدخل في مجال التصوير الماكرو، الخطوة الثانية هي زيادة نسبة التكبير لإظهار تفاصيل أكثر. هالشيء بيسبب لنا شراء المزيد من الأدوات ومن المعدات واللي تساعد على نسبة التكبير، وبنتكلم وبنتطرق لهذه الأدوات إن شاء الله عندما ندخل على قسم الأدوات والمعدات. الحد الأدنى لمسافة التركيز، وليش تعتبر هذه واحدة من الإشكاليات أو التحديات اللي ربما نصادفها؟ ببساطة عندنا بعض العدسات واللي تسمح بنسب حد أدنى لمسافة التركيز أو المينيموم فوكس ديستانس لا تتعدى
6 سنتيمترات. فهذه الحالة إذا حبينا نصور من يعني نوع من أنواع الحشرات كمثال بسيط، الفراشات، ويعرف على الفراشات أنها حشرات خجولة، وبالتالي من شبه المستحيل الاقتراب منها بهذه المسافة إلا في بعض الحالات الخاصة. ولكن في الحالات العامة في ضوء النهار لا يمكن الاقتراب منها بهذا الشكل، يعني بشكل بسيط. فنعتمد في هذه الحالة على بعض العدسات بفوكال لينث أكبر، واللي تعطينا مسافة حد أدنى أكبر وقد تصل إلى 50 سنتيمتر، وبالتالي نعطيها بعض المجال للإحساس بالأمان ونتمكن من تصويرها. بالنسبة للمصورين الماكرو هذا يعني وجوب الحصول على أكثر من عدسة ماكرو وإن كانت كلها نسبة تكبير متساوية اللي هي 1x، ولكن لأسباب مختلفة. هذا عبء ينضاف على تصوير الماكرو. نتكلم عن أهم قسم في ورشة اليوم وهي أدوات ومعدات الماكرو. طبعا قبل ما نبدأ أي تصوير لازم يكون عندنا الكاميرا أو البوديز للكاميرا نفسها. عندما نتكلم عن الكاميرات عندنا نوعين من أنواع الكاميرات، الدي اس ال ار والميرورلس وهي الأحدث نسبيا. كلا الكاميرتين مناسبات لتصوير الماكرو لا خلاف في هذا الشيء، بحكم كونهم كونتينرز أي حاويات للإضاءة الداخلة عبر العدسة. ولكن لا يزال يهمنا بعض النقاط في الكاميرات واللي بنستخدمها خصيصا لتصوير الماكرو. أذكر منها السايلنت شتر، وهذه واحدة من أهم الأشياء، الإلكترونيك فيس كرتن شتر. والفرق بينها وبين الدايناميك شتر أن الدايناميك شتر وهي الموجودة عادة في كاميرات الدي اس ال ار مثل كاميرات النيكون الدي 850 أو ما سبقها من كاميرات أخرى، كانت تضطر أن الميرور يرتفع لفوق فيسبب ارتطام وبالتالي نوع من الاهتزاز، ومن ثم يتم إدخال الضوء إلى السنسر وأخيرا يرجع المرور مرة ثانية ويسبب اهتزاز أخير. فهذه الحركة الديناميكية أو الحركة الفيزيائية كانت سبب نوع من الاهتزازات واللي تضر تصوير الماكرو. في الميرورلس من اسمها ميرورلس مفقود هذا الشيء، وبالتالي ما عندنا أي ضربات ويسمح لنا أن نأخذ صورة ثابتة جدا. من الأشياء الجميلة في الكاميرا الأخيرة المقدمة من نيكون دي 850 أن أضافوا هذا الشيء، وبالتالي سمحوا بالفرصة أن نستطيع الحصول على أفضل صور ممكنة بدون أي اهتزازات. طبعا يشترط علينا دائما في هذه الحالة تفعيل اللايف فيو ومن ثم تفعيل أوبشن الإلكترونيك فيرس كارتن شتر. من الميزات الإضافية واللي تعتبر يعني إضافة ممتازة لتصوير الماكرو اللي هو الفوكس بيكينج، وفكرتها ببساطة أن بدل من التركيز بالعين المجردة على نقاط الفوكس واللي ربما تخوننا نظراتنا لنقطة الفوكس، تظهر لنا على الشاشة نقاط الفوكس بإضاءة معينة، وبالتالي نعرف بالضبط وين نقطة الفوكس، نستطيع أخذ الصورة المناسبة لنا. وهذه كذلك تساعدنا في الفوكس ستاكينج أن نعرف في كل خطوة وين واصل الفوكس. كذلك الفوكس ستاكينج وهذه ميزة إضافية جميلة جدا أضافتها نيكون لكاميرتها دي 850 وكاميراتها الحديثة، وهي تسمح الاستغناء عن الأدوات الخارجية للقيام بعملية الفوكس المتراص أو الفوكس ستاكينج، وذلك من خلال استخدام العدسة وتحريك الموتور داخليا عبر الكاميرا، وبالتالي يمكن تحديد نقطة البداية نقطة النهاية وحجم الخطوة أو حجم الستبس
في هذه الصور أو حتى عدد الصور، وتقوم الكاميرا ذاتيا بأخذ هذه الصور بدون أي تدخل أو بدون أي إضافات وأجهزة إضافية. طبيعي ما نقدر نتكلم عن تصوير الماكرو إلا إذا تكلمنا عن العدسات. فالعدسة الغنية عن التعريف النيكون 105 ماكرو، وهي تعتبر العدسة القياسية المثلى لأي شخص حاب يبدأ بتصوير الماكرو في الرينج ما بين 90 إلى 105 مليمتر. سلسلة عدسات الماكرو المقدمة من نيكون ابتداء من 40 مليمتر، 60 مليمتر، 105 وانتهاء بالـ200 مليمتر. مثل ما تطرقت سابقا في بعض أنواع العدسات اللي تفيدنا أكثر عن غيرها، فكمثال بسيط في تصوير الأسنان أو التصوير الطبي الخاص بالأسنان، دائما ما يفضلون الذهاب على مع عدسات النيكون 105 لتجنب أي ديستورشن حادث في الصورة أو يحدث في الصورة، وبالتالي الصورة الأنسب 105، وحتى وإن الـ200 كان ما فيها ديستورشن تعتبر المينيمم فوكس ديستنس بعيدة جدا، فتسبب نوع من أنواع الصعوبات خلال التصوير، فهي مش الأنسب مثلا في التصوير الطبي. إذا تكلمنا عن تصوير الفراشات بالتأكيد الـ200 mm بتكون الأفضل، لأنها تعطينا أكبر مساحة ومسافة ممكنة للحصول على صورة بحجم مثلا 1x بعيدا عن الكائن، وهي تقريبا تقدر ب48 سنتي إلى 50 سنتيمتر. والعزل يكون طبعا أقوى عن أخواتها من العدسات الثانية. بينما إذا تكلمنا عن بعض العناصر الصغيرة كمثال تصوير العناكب أو تصوير النبل، نفضل دائما نصوره بالـ60 أو الـ40 لسبب بسيط جدا. تصوير الـ200 يعطينا عزل أكبر بكثير، وبالتالي ربما ما تناسبنا الصورة اللي بتطلع لنا مع تصوير الأجسام الصغيرة، ولا بأس مثلا مع تصوير الكائنات الأكبر حجما قليلا مثل نفس الفراشات، أو حتى من بعض الكائنات الخطرة مثل الثعابين وغيرها والتي يحتاجون أن يصورونها في عمليات التوثيق العلمي. ولكن إذا حبينا نستغني عن المينيموم فوكس ديستنس بالحصول على ديبث اوف فيلد أعلى، وبالتالي الـ40 هي الأنسب والـ60 بتكون أنسب كذلك. طبعا قلنا جميع العدسات المذكورة سابقا كانت كلها بتكبير 1x. في حال حبينا أن نزيد هذه النسبة، في بعض الأدوات اللي يمكن استخدامها وتعطينا هذه النسبة، من بينها العدسات الإضافية المقربة مثل عدسة رينوكس 250، واللي بكل بساطة تنضاف على العدسة من خلال بعض عدسات الستيب أب رينجز أو ستيب داون رينجز بناء على العدسة والدياميتر أو فوهة العدسة من الأمام. فعدسة 105 كمثال بسيط ما نحتاج أي رينجز في هذه الحالة أو الحلقات تكبير أو تصغير، ويمكن وضع عدسة الرينوكس مباشرة على العدسة والتصوير فيها، بينما مثلا عدسة 200 mm بنحتاج إلى عدسة إلى عفوا إلى حلقة تصغير، وبالتالي وضع الرينوكس على العدسة من خلال هذا الرينج. هذا هو شكل عدسة التكبير مضافة إلى عدسة 105 ومن ثم إلى الكاميرا. طبعا بالعدسة العادية نسبة التكبير تكون 1x، بإضافة العدسة الرينوكس نقدر نخرج بنسبة تكبير تصل إلى تقريبا 2.8 إلى 3x يعتمد في هذا الحدود. كذلك من الأدوات المستخدمة في عمليات التكبير هي الحلقات المفرغة أو الـ extension tubes. عندنا نوعين من الحلقات المفرغة،
عندنا الحلقات المفرقة المضمونة بالشب أو بشريحة قراءة، وعندنا العدسات أو وعندنا عفوا الحلقات المفرقة الخالية من هذه الشب. فائدة هذا الشب أنها تسمح للكاميرا بقراءة التفاصيل من العدسة، بحكم أن هذه الاكستنشن تيوب تكون ما بين الكاميرا والعدسة، وبالتالي عدم وجود هذه الشريحة معناه عدم إيصال المعلومات من قراءات العدسة إلى الكاميرا. وهذا السبب أن الحلقات المفرغة والمتضمنة بالشريحة تكون أغلى بأضعاف من الحلقات الغير متضمنة أي شريحة. نقطة بعد مهمة نحب نذكرها، أن غالبا الاكستنشن تيوبس أو الحلقات المفرغة تأتي مقسمة، وتختلف من شركة لشركة التقسيمة في كل حلقة فيها. مثل ما نشوف أن على اليمين عندنا 12 20 36، ونقدر نستخدم أي واحدة من هذه الحلقات أو متجمعة أو حتى مقسمة حسب رغبتنا في نسبة التكبير. وعلى اليسار الأرقام مختلفة، وهذا شيء راجع لكل شركة وحسب مصنعيتها. هنا نقدر نشوف بشكل أوضح الشيب واللي تقوم بقراءة المعلومات من العدسة، وعلى المقابل يسارها حلقة مفرغة تماما من أي قراءة. هذه شكل الكاميرا مع إضافة الاكستنشن تيوب لها، ونستطيع طبعا إضافة عدد معين من الحلقات أو حتى الاستغناء وإضافة العدسة وتكون بهذا الشكل. طبعا بإضافة هذا الشيء بيختلف عندنا المينيمم فوكس ديستنس، وبدل ما تكون مثلا 28 سنتيمتر من العدسة إلى الكائن، تصبح تقريبا مسافة أقل من 10 سنتيمتر لاختلاف موضع العدسة. كذلك نسبة التكبير بتتغير، بدل 1x إلى تقريبا 1.9x. نحط في بالنا شيء واحد، كل ما أضفنا الحلقات المفرغة ما بين الكاميرا والعدسة، كلما نقصت عندنا نسبة الضوء الداخل على الكاميرا، وبالتالي نحتاج أن نعوضها بشكل أو بآخر، سواء كانت عبر إضاءات إضافية مثل الفلاشات، أو عبر رفع مثلا الآيزو، أو حتى تأخير الشتر. أحد الأدوات كذلك والتي تقوم بعمل الاكستنشن تيوب بطريقة مشابهة ومختلفة في نفس الوقت، البيلوز أو المنفاخ. فكرتها عبارة عن حلقتين من الأمام ومن الخلف، وما في الوسط هي عبارة عن مادة عادة تكون بلاستيكية أو جلدية تشبه الأكورديون، وتتحرك بسلاسة حسب رغبتنا في عملية التكبير. البلوز بالعادة يحتوي على ريلز في الأسفل، وفي نفس المسطرة أو قياس يعطينا نسبة التكبير، وبالتالي يساعدنا ويسهل علينا عمليات تبديل الاكستنشن تيوب للحصول على رقم معين. يعني مثلا بدل 36 و12 أو 36 و20 أو 12 و20، وكل مرة لازم علينا نفك ونركب، فهذه الحالة كل اللي علينا أن نفك النوب، نحركه ونثبته مرة ثانية، وأخذنا النسبة الصحيحة. طبعا هذه كميزات. كعيوب، أن هذه مش عملية في التصوير الخارجي الفيلد فوتوغرافي، لأن المادة مثل ما قلت خفيفة اللي في النص. أيضا الوزن، وتحتاج بالعادة بعد ترايبود بحيث أنها تثبت. شكله باختصار بيكون بهالطريقة، الكاميرا تشبك من مؤخرة المنفاخ، ومن المقدمة نشبك عليها العدسة، أو حتى في هذا المثال كانت العدسة المقلوبة والحلقة أو الأدابتر. وبنتكلم إن شاء الله
عين هذا الشيء بشكل أفضل. هذه المعلومات للي حاب ياخذ فكرة عن الأدوات. الريفرس لينز أو العدسات المقلوبة. فكرة العدسات المقلوبة هي عدسات حقيقية عادية تستخدم بالعادة كتصوير عادي. يعني في هذا المثال عندنا النيكور 20 mm F4، فهي بالتالي تستخدم كعدسة وايد انجل، وهذه عدسة قديمة وبالتالي هي مانوال، تستخدم كوايد انجل لتصوير المناظر عريضة المحتوى. ولكن يمكن كذلك قلب العدسة واستخدامها في تصوير الماكرو والخروج بنتائج ممتازة كذلك. هاي طريقة التركيبة تكون. يتوجب علينا أن نركب في البداية أدابتر الريفيرس أدابتر بحيث أنه يسمح لنا نقلب العدسة ونشبكها من خلال الفوهة أو الدياميتر نفسه. هنا ركبنا الأدابتر وهنا تم تركيب العدسة. بهذا الكومبينيشن البسيط نقدر نوصل إلى نسبة تكبير تقريبا يوصل إلى 3.5x. وهذه كانت العدسة النيكور 20 mm F4 والريفرس أدابتر BR28. هذه من نتيجة استخدام الريفرس لينز مع عدسة مماثلة، ولكن بدل الـ F4 كانت F3.5 واللي هي بحوزتي، وهذه كانت نتائجها وهي إحدى صور الفائزة خلال مسيرتي الفوتوغرافية، وكانت من خلال مسابقة اتحاد المصورين العرب ونالت على المركز الأول الحمد لله. النوع الثالث من العدسات يسمى بالإنلارجر لينسز، وهذه العدسات دائما تكون فولي مانوال صغيرة الحجم ومصممة فقط للاستخدام بطريقة مقلوبة، يعني بعكس العدسات السابقة واللي كانت تستخدم بالاستخدام الطبيعي ويمكن قلبها. هذه العدسات فقط تستخدم بالشكل مقلوب ولا يمكن استخدامها بأي شكل آخر. كانت شركة نيكون من أحد رواد تصنيع هذه العدسات وبكميات كبيرة صراحة، وأنتجت أفضل ما يمكن من هذه العدسات خلال الفترات السابقة، وللأسف توقفت إنتاج هذه العدسات من فترة وتم الاستغناء عنها وتعويضها بعدسات الماكرو اللي تم ذكرها في بداية السلايدات. هذه مقارنة في أحجام العدسات والأنواع الثلاثة. اللي على اليمين هي عدسة الـ 105 وهي عدسة automated. العدسة في الوسط هي عدسة النيكور 20 mm وهي عدسة manual، وكذلك أخيرا العدسة الأخيرة اللي هي 50 mm f2.8 enlarged lens وهي عدسة fully manual. هذا هو شكل العدسة مع التركيب باستخدام الادابتر لينز، وكذلك نحتاج الستيب اب رينجز، والسبب ان فوهة العدسة صغيرة جدا وبالتالي نحتاج هذه الحلقة بحيث ان تكبلنا من فوهة العدسة اللي قياسها 40.5 مليمتر الى 52، ومن 52 تنشبك على النيكون BR28 اللي ريفرس ادابتر واللي ترتبط في الكاميرا. كذلك نقدر نسوي كومبينيشن مختلف بإضافة الاكستنشن تيوبس لأخذ نسب تكبير أعلى خلال عملية التصوير. من النماذج اللي طلعت فيها من هذا الكومبينيشن كانت هاي الصورة لأنثى سوسة النخيل. اللايتنينج أو الإضاءات
طبعا لا يخفى أهمية الإضاءات في تصوير الماكرو، وعندنا عدة أنواع من أنواع الإضاءات. نتكلم في البداية عن الفلاشات. عندنا الفلاشات الاعتيادية مثل ما نشوفها على يمين الصورة، مثل النيكون SB900، وعندنا على اليسار تحفة النيكون، النيكون R1C1 كوماندر مع العدستين SBR200 توين فلاشز. من ميزة النيكون سبيد لايت SB900 طبعا كبر فوهة الفلاش، وبالتالي كمية إضاءة أكبر، وحتى كانت سرعة الريسايكلينج فيها سريعة. ولكن من عيوبها في تصوير الماكرو هو الوزن، وبالتالي دائما نفضل نستخدم الفلاشات الصغيرة للاستفادة قدر الإمكان من التحكم في الوزن. في حالة التوين فلاش الاس بي ار 200 من ميزاته انه نقدر نركبها على حلقة في مقدمة العدسة، ويمكن لنا من لف الفلاشات بالشكل اللي يناسبنا، سواء من الجانب من الجوانب او من الاعلى والاسفل، او بالشكل اللي يناسبنا من دون اي مشاكل. في نوع ثالث وهي الفلاشات الحلقية أو الرينج فلاش، وهذه بالعادة أحاول أنصح بعدم استخدامها في تصوير الماكرو بشكل عام. كذلك من أحد أنواع الإضاءات هي الإضاءات المستمرة، سواء كانت من اللامبس أو من البلبس أو حتى من الـ LED. وهنا إذا بنتكلم عن الفوارق الرئيسية، الفلاش عادة نستخدمه مع السبجكت المتحرك والثابت، بينما يفضل دائما مع الإضاءات المستمرة أن التصوير يكون للسبجكت الثابت. الشاتر سبيد طبيعي في الفلاشات تكون أسرع بكثير، وبالتالي تسمح لنا بتجميد اللحظات وتجميد الصور، ولكن في حال الإضاءات المستمرة الإضاءة تكون أضعف، وبالتالي لا نحصل أو لا نصل إلى هذه السرعة من التجميد. كذلك الباور لمصلحة الفلاش على حساب الإضاءات المستمرة. وطبعا النوع الثالث من الإضاءات هي الشمس، ولكن هذا في التصوير الخارجي ولفترات معينة فقط. وحتى بعض الأحيان مع تصوير الشمس نحتاج الفلاشات لعملية الفيلينج ولكسر الشادوز. الترايبودز، الترايبودز عندنا 4 أنواع، ذكرت منها 3 مع الاستغناء عن الرابع اللي هو البلاستيك ترايبودز. بالعادة لا ينصح باستخدام الحامل الثلاثي المصنوع من البلاستيك لضعفه، بالإضافة إلى عدم تحمله لأوزان ثقيلة، ولا بأس باستخدامه مع الكاميرات الصغيرة أو مع التليفونات أو الهواتف. عندنا 3 أنواع من الترايبودز، عندنا الحوامل الثلاثية المصنوعة من مادة الكربون، وكذلك المصنوعة من مادة الألمنيوم، وأخيرا المصنوعة من الخشب. المصنوعة إذا بدأنا مع الأقل لها سعرا فهي الألمنيوم، هي الأقل في السعر مقارنة بالكربون والخشبي، وهي أثقلهم وزنا، وبالتالي لا تستساغ في العديد من عمليات مثلا السفر أو حتى لمصوري مثلا الهايكينج وغيره للوزن، ولكن الثبات يكون أفضل ما يمكن بحكم وزنه أثقل، وبالتالي يقل أي اهتزازات ناتجة عن مثلا الرياح وغيره. الكربون خفيف الوزن كذلك، ويعتبر هو الأغلى بسبب المادة المصنوعة منه، وبعض الأنواع تكون ثابتة بشكل ممتاز جدا، ولكن يعيبها ارتفاع أسعارها أضعاف الحوامل الثلاثية والمصنوع من الألمنيوم. النوع الثالث هو
الحوامل الثلاثية المصنوعة من الخشب، وكذلك أسعارها تعتبر أغلى من الألمنيوم، ومحدودة هي الشركات التي تنتج هذه الأنواع، ولكن ميزتها الكبيرة في عمليات امتصاص الصدمات والاهتزازات كون كثافة الخشب أقل بكثير من كثافة المعادن الأخرى، وبالتالي تمتص أي صدمات ولا توصلها إلى الكاميرا، وهي المفضلة عادة لمصوري الماكرو المختصين أو المحترفين. من الأدوات كذلك واللي تفيدنا في عمليات تجنب الاهتزازات هي الريموت بكل بساطة، وعندنا نوعين من الريموت، الوايرلس والوايرد ريموت، السلكي واللاسلكي. بخصوص الريموتات اللاسلكية عندنا نوعين، عندنا النوع اللي يعتمد على الاي ار او الانفراريد او الاشعة تحت الحمراء، وعندنا النوع المعتمد على الوايرلس او الواي فاي. الواي فاي عادة يكون اغلى مقارنة بالانفراريد، الانفراريد يكون ابسطها لانه يحتوي تقريبا على زر، ولكن فيها ميزات وعيوب خلونا نذكرها. اولا مقارنة بين النوعين في الديستنس او المسافة، الوايرلس يعطينا مسافة أفضل في التحكم في التصوير، بينما نرتبط في عملية الريموتات السلكية بمسافة السلك نفسه، وبالتالي هنا يكون في مصلحة الريموتات اللاسلكية. البالب مود عادة هذه ما تتواجد مع الريموتات السلكية ولا تتواجد مع الريموتات اللاسلكية للأسف، وهذه تفضل أو تسمح لنا بأخذ وقت لا نهائي بالنسبة لعمليات التصوير، وتفيدنا في حالات مثل تصوير التايم لابس أو حتى تصوير النجوم. موضوع الباور أكيد هذه من النقاط اللي تهمنا وتجنبنا في بعض الأحيان مواقف مفاجئة، بحكم أن الريموت على اليمين اللي هو اللاسلكي يعتمد على بطارية، وبالتالي لازم دائما نتأكد من أن البطارية شغالة ولا أن نطلع رحلة ويتوقف علينا البطارية. في حالة الريموتات السلكية تعتمد على الباور اللي طالع من الكاميرا، وبالتالي ما يهمنا هذه النقطة كثير في هذا المجال. الأوبستكلز أو العوائق، واحدة من النقاط اللي نستفيد منها في الريموتات السلكية مقارنة بالريموتات اللاسلكية، والسبب أن الإنفراريد عادة لازم يكون مباشر إلى مستقبل الإنفراريد الموجود في الكاميرا، وجود أي جسم أمامه أو لف بعض الأحيان توجيه الريموت بشكل غير مباشر للكاميرا يجنب التقاط الصورة، بينما في حالة الريموت السلكي نقدر نصوره بأي طريقة وبأي وضعية وما عندنا أي خلاف، بحكم أن الإشارة توصل عبر السلك. المايكرو ريلز وهي من الأدوات واللي تفيدنا كثيرا في عملية فوكس ستاكينج، بنتطرق له بشكل أفضل في السلايد التابع إن شاء الله. فكرة الماكرو ريلز هي تقديم الكاميرا إلى الأمام أو الخلف أو اليمين أو اليسار حسب الحاجة، مثل ما نشوف حسب الأكسس، عندنا الإكس أكسس يمين يسار أو الأمام والخلف، وفي عندنا بعض الماكرو ريلز تعطينا الزد أي من الأسفل إلى الأعلى أو الأعلى إلى الأسفل، وكذلك عندنا الـ R axis أي روتيشن يسمح لنا أن ناخذ روتيشن في الموضوع. عموما يهمنا أكثر شيء دائما هو الماكرو ريلز باتجاه واحد، وغالبا يكون الـ Y axis، ومع ذلك لا بأس من حتى وجود الـ X والـ Y في نفس الوقت. عندنا أكثر من نموذج وعندنا أكثر من شركة تقدم هذا الشيء،
وبشرح بسيط فكرة المايكرو ريلز انه مثل ما ذكرنا في حالات التصوير والمثلا تعتمد على ابرتشر كبير مثلا f2.8 يكون الدبث اوف فيلد ضئيل او صغير، وبالتالي ما تظهر كل التفاصيل. نحتاج في هذه الحالة اخذ مجموعة من الصور ودمجها للخروج بصورة أوضح وتحتوي على تفاصيل أكثر. في هذه الحالة نضع الكاميرا على أحد هذه المايكرو ريلز ونقوم بتحريكها من نقطة معينة إلى نقطة النهاية. هنا عندنا مثال لإحدى مثلا الحشرات. طبعا يجب علينا في حال استخدام المايكرو ريلز باستخدام ترايبود أو أي شيء ثابت، بحيث أن تكون كل الصور من نفس الزاوية بدون أي حركة. فهذا الصورة ووضعية للترايبود، ومن بعدها مايكرو ريلز ثنائي XY، ومن بعدها مثلا الكاميرا، ويتم أخذ الصورة من أول نقطة من الأمام إلى الخلف. طريقة أخذ الصور لازم ننتبه لها، لأن في بعض الأخطاء الشائعة اللي تصير. من بعد هذه الأخطاء عمليات التصوير بدون الانتباه إلى الـ overlaps، مثل ما نشوف في هذه الحالة صار عندنا gap بين الصورة الثالثة والرابعة، وهذا طبعا خلال عملية الدمج بيبين عندنا أن في خط لا يحتوي على أي تفاصيل، ممسوحة التفاصيل، وهذا طبعا خطأ. الطريقة الثانية واللي يغلط فيها بعض المصورين هي المبالغة في الأوفرلابينج، بمعنى أن تأخذ الصورة والصورة الثانية نسبة أكثر من 80% من الصورة الأولى، وبالتالي زيادة عدد الصور بشكل لا معنى له، وزيادة عمليات البروسيسنج، وبعض الأحيان حتى صعوبة عمليات الدمج على بعض البرامج الخاصة. الطريقة الأمثل واللي ينصح فيها دائما أخذ الصور مع ترك مسافة overlap لا تتعدى 10 إلى 15% من بين كل صورة، ولا بأس حتى إلى 20%. بالتالي تضمن أن في حال صار أي اهتزاز أو أي حركة تستطيع عمليات المعالجة من أخذ الجزء حتى أثناء الحركة من الصورة السابقة. أترككم مع بعض الأحمال المختارة واللي تم تصويرها بكاميرات وعدسات النيكون، ومن هذه الأعمال مجموعة أعمالي الأخيرة في معرض اللامرئي.
بالعادة نترك مجال للأسئلة والأجوبة، ولكن إن شاء الله بيتم تخصيص سيشن كامل لاستقبال جميع الأسئلة والإجابة عنها بإذن الله خلال الأسبوع القادم. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم ولاستماعكم، وإن شاء الله تكون عمت الفائدة ولو بشكل بسيط، وبانتظار جميع الأسئلة في السيشن القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.